أسهمت المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ انطلاقها في يناير 2019 في توفير حياة كريمة لملايين المواطنين، مما جعلها تجسيدا حقيقيا لقيم ومبادئ ثورة 30 من يونيو. ونجحت المبادرة الرئاسية في إنهاء عصر التهميش لكافة قرى مصر، والتي ظلت على مدى عقود طي الإهمال حتى احتضنتها الدولة في عصر الجمهورية الجديدة. منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرحلة التمهيدية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في يناير من عام 2019، ساهمت المبادرة بجميع محاورها في توفير حياة كريمة وآدمية، مما جعلها تجسيداً حقيقياً لقيم ومبادئ ثورة 30 من يونيو. مبادرة عنوانها الإنسان ومفتاحها كرامته. وفي هذا الإطار شهد عام 2023 جهوداً حثيثة وخطوات لا حصر لها من أجل توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً. فخلال المرحلة التمهيدية من المبادرة الرئاسية تم تنفيذ أكثر من 600 مشروع ساهمت في تحسين حياة ملايين المصريين، بداية من مضاعفة كميات مياه الشرب المنتجة بالقرى لتصل إلى 141 ألف متر مكعب يومياً، مروراً بالتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة في 125 قرية، مع تغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحي المتكامل، ورفع كفاءة 16,000 منزل للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً. ولأن بناء الإنسان قوامه التعليم والصحة، تم إنشاء 1,100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، إلى جانب تطوير وإنشاء 51 مركزاً صحياً وفقاً لنموذج واشتراطات التأمين الصحي الشامل، وإرسال مئات القوافل الطبية للكشف والعلاج بالمجان، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى. كما ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية من المبادرة في خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفي بنحو 320 مليون جنيه. ووفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي، فقد تم تحويل المبادرة التي تستهدف القرى الأكثر فقراً إلى برنامج شامل يستهدف كامل الريف المصري. وبالفعل جرى تنفيذ المرحلة الأولى التي تستهدف 1,477 قرية موزعة على 52 مركزاً إدارياً، ويعيش فيها ما يقرب من 18 مليون مصري، حيث بلغت استثمارات المرحلة الأولى أكثر من 350 مليار جنيه من خلال تنفيذ 23 ألف مشروع. ووفق خطة محكمة التفاصيل، مضت الدولة في تنفيذ البرنامج وفي قلبها تستمع لمطالب المستفيدين منه، فتم إجراء 215 حواراً مجتمعياً لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و 154 ندوة طلابية، مع تمكينهم من إجراء جولات ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة. هكذا أنهت حياة كريمة عصور التهميش لكافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي الإهمال حتى احتضنتها الدولة في عصر الجمهورية الجديدة وجعلت منها أولوية لا تقبل النسيان.